عزيزي عزيزتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. هي حلقة ماشي في حال حلقات الكاملين، هي غتكون حلقة سبيسيال. أولا غنعرفكم على حمزة الربيع اللي هو بيانيست مشهور في المغرب وأكثرية مع الجروب ماروك إكسبرس اللي كيخدموا هنا في مراكش في لوكال اللي سميتو مونتي كريستو. أبار مونتي كريستو، حمزة معروف كي أكومباني لي ستار المغاربة، مثلا سعيد بوسكير، حميد بوسناق، محمد لامين، أحمد شوقي والعديد والعديد من المغنيين المغاربة والأوروبيين كذلك. في هذه المناسبة غادي نلعبوا أنا وخويا حمزة واحد الأغنية تحت الطلب اللي طلبوا لنا بعض أصدقاء ديالنا، سواء موسيقيين ولا ماشي موسيقيين. هذه الأغنية ديال المرحوم الشاب عقيل، وبيسير المشهورة بزاف وسميتها مازال مازال. اليوم غادي نلعبوها على شكل جوج بيانوات، سيتادير أنا غنلعب لاكومبانيومون والأخ حمزة غادي يلعب سولو. يلا ومعنا التتويت.